لو أخذت أختي طفل من الحضانة لقيط وقالت لزوجة أخي خذيه أرضعي هذا الطفل حتى يكون محرم لي إذا كبر، هل تكون هذه الرضاعة محرمة؟ نعم، إذا رضع الطفل من زوجة أخي امرأة أو من أختها صار محرما لها، لأن رضاعه من زوجة أخيها تجعله ابنا لأخيها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع محرم لها. وإذا رضع من أختها أو من بنت أختها أو من بنت أخيها فإنه في هذه الحال يكون من محارمها، إذا رضع الرضاع المحرم وهو خمس رضعات معلومات، في كل مرة يصل إلى جوفه ما يمتصه من الحليب، وكان ذلك في الحولين قبل تمامهما. نعم، أحسن الله إليكم.